احنا اهل غزة بنحب كثير ضيوف يجوا علينا، وبنحب نكرمهم وبنحب نفسحهم ب 350 كيلو متر مربع. يعني غزة اذا امكننا بكره خالد بناخذك في ساعتين زمن كل قطاع غزة. حلو، اهلا وسهلا فيك. هلا بيك. زمان كان البحر غزة طبعا 20 ميل، كان الدور يجوز يمكن يوصل كيلو متر يبيع الزلمة. الآن بس هذول يمكن يجوز 50 متر بس، لأنه صار بس 6 ميل. طلع شجر. احد لفات الانتفاضة الاولانية انه كان هذا المربع اللي احنا جنبه كان مربع احداث بطبشوا الشباب، كانوا حجار على الجيش الاحتلال. فاحنا هذا بيتنا، والسور كان اكثر من هيك. فكان الشباب لما الجيش كان يحفظ الشاب من لون بلوزته، كان الشباب يلبس بلوزتين واحدة فوق واحدة، اول ما يشرد نطفن الحيط يشلح البلوزة اللي كان لابسها يكون في لون تاني تحتها وفوت. اذا كنا احنا بنفطر يقعد معنا، واذا كنا بنتغدى بيجي معنا، بيعمل حاله بنظف الجنينه. فبالتالي الجيش لما يطلع من الحيط بيلاقي واحد عادي طبيعي بمتركه. هذه التكتيكات الشباب كانوا يستخدموها. لما وظيفتهم بس تصليح الجزء هم بالبزنس تبعهم هذا الشيء. المربع هذا تقريبا هو كل يلا هلا. اسمي مرهنة ليان، عمري 14 سنة. أنا بحب البرمجة كتير وبحب أتعلمها. أول حاجة جذبتني من أيام الدراسة لما كنا نتعلمها بالمدرسة، فأنا فتت في نادي المبرمجين في القطان. كنت أتعلم برمجة تطبيقات جوال، فبعديها أنا فتت في مسابقة تكنوفيشن في غزبيك مع غزبيك. كان مطلوب مني أن أعمل مشروع اللي هو تطبيق جوال، فأنا مشروعي كان اسمه زركشة. هاي الشركة بتهتم بإعادة تدوير الأشياء اللي ما بنستعملها في البيت عشان نستغلها بطريقة حلوة وسهلة، يعني الأشياء معينة مش إدارة إعادة التدوير بشكل عام. كمان أنا بتعلم لحالي على الإنترنت برمجة. وأنت هلأ بأي صف؟ صف العاشر. 10. قديش النسبة تبعتك؟ 29. ما شاء الله. وبدك مساعدة من الأردن؟ لا. ما بدك مساعدة من الأردن؟ لا. أوكي. بس بدك؟ ساعد. بدك تساعدي. أوكي. إيش كيف ممكن تساعدي؟ زي ما قلت إنه أي حد بده مساعدة يقدر يتواصل معي على كتاب الجمال أو عن طريق صفحة زركشة على فيسبوك. ممكن إذا في ناس مثلاً بدها دورات أو زي هيك نساعد أعطيهم. القطان هو القطان عبارة عن مؤسسة للأطفال بتساعدهم ينموا قدراتهم. صراحة أنا كتير بحب الأطفال يبدوا من سن صغير فيها. القطان يعني هي الوسيلة الأولى إنك تحقق كل أهدافك، يعني تشارك فيه. من أي أعمار بأخذوا؟ بياخذوا من عمر 6 سنين، بس ممكن يكونوا من قبل 6 سنين بس مع أهليهم، بس بياخذوا بطاقة فعلية لأنهم خاصة فيهم من عمر 6 سنين لعمر 15 سنة. حلو.
شكرا كثير. انا اسمي زكي كردي، عمري 15 سنه، بروجرامر وجرافيكس ديزاينر. كانت بدايتي لما انا كنت بصف الخامس ابتدائي، كانت اول مسابقه شاركت فيها كانت على مستوى المدارس، فشاركنا في احنا في نادي الحاسوب فاخذت المركز الاول، فكانت هذه الدافع الاول لي في بدايه تعلم هذا المجال. بعدين صرت اتعلم اعتمد بشكل كبير على التعلم الذاتي، حتى الان يعني صرت متقن حوالي 3 لغات برمجه مع 4 برامج للتصميم. بعدين لحتى الان برضو طموحي انه بعد ما اخلص توجيهي ونجيب معدل يعني ممتاز ندرس مهندس هندسه برمجيات، وبعدين نطور حالنا لنقدر نشتغل مثلا مع شركه جوجل او شركه مايكروسوفت. كيف علاماتك في المدرسه؟ 96.5 بس. ما شاء الله عليك. بدك اي شيء من الاردن؟ مساعده، منتورشيب، شراكات، شيء؟ اذا في احنا بنساعد يعني. كيف؟ اذا في انت بتساعد. يعني تلخص الموضوع انه انا طبيب وشغال ماركتينج. كيف؟ نصيب. بس انا نائل الخطواتي، خلصت يعني جديد فريش جراديويت، خلصت طب تقريبا من 4 أو 5 شهور، بس من يوم ما بديت طب تقريبا وانا يعني عمال بدرس وبشتغل ماركتينج صار لي تقريبا 7 سنين. يعني كنت لاحظت بشكل واضح انه الهيلث اويرنس محتاج ماركتينج سكيلز عاليه، فبديت اطور نفسي نفسي نفسي. فبعد فتره حسيت انه والله لا، ممكن الماركتينج يكون كارير. بديت يعني ادرس اونلاين كورسز، اخذت يمكن 15 او 20 كورس على منصات مختلفه. بعد هيك بديت ادخل تيست، يعني انا حاليا سيرتيفايد من جوجل وهاب سبوت فور انباوند وهاب سبوت ماركتنج سوفت وير كونتكستشوال ماركتنج وليندا، يعني كبشه اشياء. فهذا الوضع يعني اد اسمه موكاش. الفكره تبعها ببساطه انه انت يعني مايكرو ترانزاكشنز بين الناس، يعني اليوم انا وانت طالعين انت بدك تدفع لي، بدك تدفع لي سيرفيس يعني مايكرو سيرفيسز فانت بتدفعها. احنا مشكلتنا الاساسيه هنا كاميرجنج ماركتس وفي الميدل ايست بالعموم انه يعني ما فيش كلتشر للبنك اكاونتس والكريدت كاردز عموم موجود، بس في النهايه يعني في ناس كتير مست كسيجمنت، مش يعني هم عمليا بيعملوا كل يوم ترانزاكشنز، بيشتروا بينقلوا مصاري من هان لهان، بس عمليا ما بيستخدموا لا فيزا ولا كريدت كارد ولا الكلام هذا. فاحنا كان السيجمنت تبعنا انه نتارجت الناس هدول ونقدم لهم سيرفيس بانه يعمل اي نوع من الترانزاكشن مع اي حد. فاحنا حاليا شغالين على البرودكت ان شاء الله، بتوقع خلال شهر يعني طلعنا ام في بي، خلال شهر ان شاء الله بيكون معنا يعني ستيبل ريليز ان شاء الله. ما شاء الله. وان شاء الله بنبدا يعني في غزه ك يعني تيست ماركت، بعد ربنا يسهل يعني. مرحبا، انا داليا شراب، سوشيال ميديا كوردينيتور في غزه سكي جيكس. هي تيك هاب الأول بقطاع غزة اللي بيساعد الشباب وبيدعمهم كيف إنه، بالإضافة طبعاً لكثير من المؤسسات الريادية واللي بتدعم قطاع التكنولوجيا في غزة. طبعاً هي الساعة رقمية، الساعة بتعرض التايم والديت طبعاً ما شغلنا. هذا كم مشترك؟ أنا من أول افتتاح المركز من سنة 2005 لحد الآن 52,000 مشترك. وكم بيجي زائر يومية تقريبا؟ معدل الصيف من 1,000 إلى 1,200 زائر معدل يومي. أنا حجم الإعارة السنوية وصل يقارب 100,000 كتاب. واو، طلعت ندى الرسام
حضرتك تبعونا مجانين؟ بندل لكتير وهذا العمل يسارة برضو ألوان المفضل علينا في عباره عن خيم وبركسات. شايف كل هاي بركسات، انا شخصيا يعني لحقت البركسات هاي، اخذت فيها محاضرات. كان مبنى الوحيد اللي هي عباره من الاسمنت اللي هو مبنى اللي هو الاداره القديم اللي هو موجود حتى الان محتفظين فيه، اما باقي المباني الجامعه كلها كانت عباره عن بركسات واسبست، والمسجد كان طبعا هذا هو الان الشكل الحقيقي للجامعه. عندنا هنا مبنى الإدارة اللي قبل شوي شفناه، هذا المبنى اللي احنا فيه مبنى المؤتمرات. هلا انتم عارفين نحن في عندنا برنامج بيطلع كل يوم أربعة الساعة 7 المساء لايف على الفيسبوك من صفحة اسمها طموحي لايف، واحنا بنطلع بنحكي للناس مين عنده طموح وكذا ومين بيقدر يساعد لهذا الشخص اللي عنده طموح تبعه. فعطونا شوية طموح من غزة، ممكن يكون سيريس ممكن يكون يعني بتمزحوا، يعني ما عندي مشكلة. بس انا طموحي تكون المعابر مفتوحة، نقدر نتحرك بسهولة، نقدر نسافر نيجي، اللي بده يتعالج يروح يتعالج، اما احنا هيك في سجن كبير عايشين. انا عندي ثلاث طموحات. يلا. الاولى يكون عندنا بوت في غزة يدخلوا من غير نعرف ندخله، ما يكونش ممنوعين. الحلم الثاني انه نعرف نسافر، والحلم الثالث انه نعمل سوفتوير او سورسنج لبرا ويكونوا ناس مستعدين يشتغلوا معنا. انا طموحي انه يكون عندنا كهرباء 24 ساعة. طموحي يكون عندنا رعاية صحية كويسة، مستشفيات كويسة. الطموح الثالث اللي هو طموح أي واحد في العالم ومتوفر عند كل دول العالم، وجود معابر مفتوحة بأي وقت الواحد يقدر يتنقل. أنا بفضل عندي طموح واحد. يلا هي جايك. إني أطلع برنامج لايف مع خالد. إحنا كنا نفسنا نروح عمان. طيب بس هالتصريح اسمع الصومال قاعدين نروح. طب اسمع اسمع ان شاء الله نفسنا قلنا طموحنا نروح عمان. طموحنا طموحنا نروح عمان. يلا دير بالك عندنا على والله طموحنا نروح عمان. هذا طموح عالي يعني اعلى من اساسيات حياتي. هذه مش طموحات ولا واحد فينا نتكلم عن طموح. طب بس طموحك لانه المشكله هذه مش هذا موضوع نسبي. يعني اليوم انت اذا فاقد شيء بتصير انت عايزه هو كاعلى طموح لك. ما عشان يعني افتقادك للكهرباء طموح بيخلي عندك طموح انت تكون عندك كهرباء، على الرغم انه لو كانت عندك الكهرباء راح يكون عندك طموح شيء اعلى ثاني. ايوه ولو جبت الشيء الاعلى حيكون عندك طموح اعلى منه. عندنا بحر مولد. فاليوم انت ما بتقدر تسمي هاي طموحات، هاي متطلبات. احنا بدنا طموحاتنا لا يمكن انت احنا بدنا ابسط امور الحياه، بدنا كهرباء ومي ومعابر. انا بعتقد انه كلمه طموح هو شيء زي موضوع الرؤية، هو شيء انت ممكن انت تتمنى انك تصله على المدى البعيد وامكانياتك الحالية ما بتصلوش، لكن احنا اللي بنطالب صار الطموح ان اساسيات الحياة ونسينا المشكلة الرئيسية تاعتنا اللي هي انهاء الاحتلال. هاي الطموح الشامع، هاي الطموح كهرباء، لكن هذا الهدف تبعهم. هو يشغلوك بهالشغلات هذه. ايوه صحيح طبعا يعني. هو عمليا اساسا انت كل الطموحات تاعت الشباب اليوم اللي بتحكي بالكهرباء وانه يسافر ليش؟ عشان ينسى انه طموحه. يعني في واحد يقول لك انا طموحي يعني اروح لوالدي، انا بقول لك طموحي اصلي في الاقصى. احنا اليوم كشباب في انه حب الحياه بدنا اياه، نسينا موضوع انه نروح نصلي في الاقصى، نسينا موضوع انه في شيء ثاني. هذه حاجات عشان هيك انا ما بسمي هاي الطموح. هذه اساسيه. قلنا ايش متطلباتك للحياه؟ متطلباتنا للحياه هي المتطلبات الاساسيه اللي بيعيشها اي بني ادم في الدنيا. اما عن طموحنا لا يمكن اتحدث معك عن طموح وانا الاساسيات مش موجوده عندي. انا مش قادر احدد ايش طموحي، انا بس اخذ الاساسيات تبدا الطموح ندور عليه. اما موضوع انه تقول لي ايش طموحاتك ولا كهرباء هذا ما هو طموح. لازم تيجي تقول ايش متطلباتك الاساسيه اللي انتوا مش ماخدينها صح، وبعدين فكر لي في الطموح. طموح ايه؟ ايش طموح؟ هذا ممكن تحط زكاه ابو حسن يا شباب. انا مش قادر احدد نفسي اقول لك. شكرا يا ابو حسن، صراحه ابدعت بالكره وابدعت بالاكل وابدعت بالحديث. انا اكلت كثير اصبار حبيبي تسلم لك.